قارب كان يقل العشرات من المهاجرين تحطم قرابة الجزيرة اليونانية روتس وأودى الحادث بحياة 3 أشخاص حسب خفر السواحل، وتم إنقاذ 93 شخصا ونقل 30 آخرون إلى المستشفى. وأما الذين قضوا فيتعلق الأمر بامرأة ورجل وطفل. صور أليمة تنقلتها التلفزيونيات اليونانية تظهر الغرقى وهم يتشبثون بطوافات وألواح من خشب، حالة مأساوية لأمال وآلام حملها المهاجرون معهم لتتحطم ويأسرها البحر في أعماقه. وكما قال الناطق باسم الحكومة اليونانية جابرييل ساكلاريديس، البحر الأبيض المتوسط أصبح مقبرة مائية بالنسبة لآلاف الأرواح التي فرت من نيران الحرب. يذكر أنه منذ بداية العام غرق ما لا يقل عن 1500 مهاجر في عرض البحر المتوسط قادموا من أفريقيا والشرق الأوسط في محاولتهم الوصول إلى أوروبا.